بمشاركة مجموعة كبيرة من الأطباء العرب ومختلف المحافظات، افتتحت فعاليات مؤتمر الجراحة العصبية الذي تقيمه نقابة أطباء سوريا والرابطة السورية لأطباء الجراحة العصبية. اليوم حافل جدا، عندنا 30 محاضرة، جزء كبير منها هي عبارة عن أبحاث جديدة وحالات مجرى لها جراحات وعلاجات في مشافي القطر. طبعا رح نتقدم هاي الحالات، هاي الدراسات هاي، وفي منها حالات تم نشرها في مجلات عالمية وعرضت بمؤتمرات عالمية خارج القطر وأخذت صدى ممتاز. المؤتمر بيتضمن إجراء محاضرات علمية يتخلل معرض طبي للأجهزة الطبية وللشركات الطبية وشركات التجهيزات الطبية. عناوين المؤتمر حملت محاور مختلفة عن أحدث التقنيات العلمية الجديدة لضمان أفضل مستويات الرعاية الطبية المتكاملة. تبادل الخبرات وألقاء المحاضرات العلمية سيؤدي بالنهاية إلى تبادل كبير في خبرات جراحة الأعصاب وجراحة العمود الفقري، مما ينعكس طبعا بشكل إيجابي على مهارات الأطباء في الجراحة. طبعا دائما في كل دولة في رابطة عصبية زي سوريا وزي مصر وزي باقي الدول، لها مؤتمر سنوي كل جراحين الأعصاب بيتجمعوا فيه، بنتبادل الخبرات، بنشوف الجديد عند بعض، بنشوف حتى الأجهزة الحديثة، إذا كان حد جاب جهاز حديث بنسأله بنشوف استخداماته. فالرابطة في المؤتمرات دائما ده من ضمن وسائل التعليم الطبي المستمر للجميع. نحن دائما بنحافظ على الحضور المؤتمرات لمتابعة ما أحدث ما حرر في الجراحة العصبية، فلما نلتقي في هيك الملتقيات الأطباء المقيمين اللي هن عم يداوموا بمشافينا يسمعوا منا شو أنا جبت، مثلا أنا بشتغل بالسعودية شو أنا جبت معي من السعودية. حنغني مواضيع المؤتمر بآخر ما توصلت إليه تقنيات الجراحة العصبية في العالم. زميلنا في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور طارق أدى محاضرة قيمة عن الجراحة العصبية الوظيفية. على هامش المؤتمر أقيم معرض دوائي بمشاركة مجموعة من الشركات الدوائية والتي قدمت فيه أحدث التقنيات والأدوية في مجالات علاج الجراحة العصبية. هذا الشيء كتير مهم وبيضيف لمعلوماتنا نحن كطلاب. هلا نحن سنة التخرج فائدة كبيرة وتنوع، ويعني هي مثل ما قالوا إنه تعليم طب مستمر لازم يكون مفهوم متجدد. المؤتمر الممتد ليومين يشمل محاضرات حول الجراحات العصبية وآلية تحضير المريض للجراحة. وليد هنائج، الإخبارية السورية، حلب.